السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناة كيفية زراعة وتجذير النباتات في المنزل. إذا كنت تشوف هذا الفيديو لأول مرة أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. موضوعنا لهذا اليوم هو صنع مبيد فطري طبيعي لعلاج أعفان النباتات وأيضا البياض الدقيقي والحشرات. تصيب الفطريات النباتات وتكون على شكل بقع سوداء وبعدها تصبح صفراء، تسبب في موت النباتات. هذه الفطريات تصيب النبات وتتغذى على الورقة وينتشر الفطر ليأدي أجزاء أخرى من النبات السليم، منها يكون على شكل خطوط بيضاء ومنها يكون على شكل بقع سوداء. طريقة مكافحة هذا المرض الفطري، هنستخدم أشياء طبيعية للتخلص من هذه الفطريات. نرشها على سطح الورقة، دائما أفضل الأشياء الطبيعية لأنها تكون آمنة على النبات وكذلك على صحة الإنسان، سواء كانت الأسمدة أو مبيدات الفطرية أو مبيدات ضد الحشرات، فدائما أشياء طبيعية تكون أفضل. راح نشوفكم بعض الخطوات لعدة أشياء طبيعية نستخدمها للقضاء على هذا المرض اللي يصيب النباتات، وراح نتكلم على كل واحد من عدها بالتفصيل إن شاء الله. أولا عندنا هنا الثوم، ناخذ 5 فصوص ثوم ونقشرها ونقطعها أو نهرسها بهذا الشكل، وست نقاط من صابون غسل الصحون. هناخذ هذا الثوم المهروس اللي هرسناه ونضيفه، نضيف هذا الثوم إلى لتر ماء مغلي وننقع لمدة تقريبا 5 ساعات إلى أن نحصل على كل محتويات وفائدة الثوم اللي موجود عندنا هنا. الثوم له فوائد عديدة جدا، منها الاحتواء على مضادات أكسدة وكذلك رائحته القوية تبعد جميع الحشرات منها العناكب وكذلك حشرة المن. سبق وأن نزلت فيديو عن مبيد فطري، مبيد للحشرات عفوا، ضد حشرة المن. نخلطه بهذا الشكل، ما نزيد عن 6 نقاط صابون سائل، ونتركه لمدة تقريبا 5 إلى 6 ساعات ونرجع له. بعد 6 ساعات من وضعنا الثوم ونقاط الصابون في الماء الساخن، نغير لون الماء بهذا الشكل. الآن هناخذه ونصفيه، نستخدم بخاخة، أي بخاخة تكون موجودة عندكم. هنصفي هذا بمصفاة ونضعه داخل البخاخة. صفينا، هنضع داخل بخاخة. الآن هذا المحلول جاهز نرش به النباتات المصابة. نكرر هاي العملية كل 2 أسبوع مرة. 2 عندنا البيكنج سودا اللي نستخدمها بالمعجنات، أيضا تفيد في مكافحة نمو الأعفان وخاصة البياض الدقيقي. ناخذ مقدار ملعقة صغيرة في لتر ماء ونضيف عليه 7 نقاط من صابون غسل الصحون ونرش به النبات المصاب، أيضا مفعولة جدا جيد. كذلك عندنا محلول البروكسايد، أيضا محلول ممتاز جدا لمعالجة النباتات المصابة، يستخدم في معالجة الفطريات أيضا ومعالجة الجذور التالفة والجذور المصابة بالعفن الأسود، وذلك بأخذ ملعقة أكل كبيرة في لتر ماء ويرش على الأوراق وعلى التربة، هيعالج النبات بصورة ممتازة. أيضا نأخذ المحلول ونرشه على الأوراق بهذا الشكل، نكرر هذه العملية
كل أسبوعين مرة. طبعا ملاحظة مهمة، بإمكاننا استخدام الرش جزء من النبات ونتركه لثاني يوم ونشوف إذا ما تأثر النبات بالرش نكمل عملية الرش، إنه هو ما يؤذي النبات أبدا، لأنه الثوم ما يؤذي النباتات، بالعكس حيفيده لأنه طبيعي يحتوي على مضادات أكسدة ورائحته القوية تبعد كل الحشرات اللي موجودة على النبات بهذا الشكل. يسرني اشتراككم في قناتي الزراعية الثانية، قناة أسرار عالم الزراعة، إن شاء الله أضع لكم رابط القناة في أول تعليق وأثبته. أتمنى تشرفوني في زيارة القناة وتشتركوا فيها وتدعموها، وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.